السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، بنت صغيرة عمرها 5 أشهر، وبعد وأنا إذا كان عندي وضوء عندما أغسل بنتي من الحمام أعيد الوضوء ولا أبقى على نفس الوضوء؟ لا تعيدين الوضوء، إنما اغسلي من الجسم الجزء الذي أصابه الأذى، فإن كان الأذى إيه؟ أصاب يديك أو شيئا من جسمك فاغسلي الجزء الذي أصيب بالأذى، أما الوضوء فلا ينتقض. يعني ما أعيد الوضوء؟ لا، لا تعيدين. نعم إيه إن شاء الله.